اول مره ندخل تما ما عرفتش مين غنطلع. وعلى الله يقص قالوا لي هي الثانيه الثالثه والرابعه والخامسه هي لداخل. واو 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 واو, واو. امي يمكنش هاد البلاصه هنايا. واو واو كيف جاتكم ها الزيت كنعدلوه مع البيلوطه باش كيعطي كيزيد لها شويه هاد الريحه. اي معايا شي حاجه بارك الله. الله على الدفيه السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في الفيديو زرنا لكم واحد المصيد جديد كيتواجد بين قريه سيدي يحيى عرف وقريه جنان نيش اقليم شفشاون. كاين شي ثلاثه الجزيرات ولا ثلاثه الحجرات في وسط البحر، اول مره غندخل غنصاد فيهم وغنشوف واش غنجبر لكم شي حاصيله. غنصادوا بالتقنيه ديال البيلوطه وغنصاد لكم بالتقنيه ديال سبينينغ والحوت اللي غنجبرو غنطيبوه في الاخرين ديال الفيديو. ما طولش عليكم اكثر من هيدا، نتحمس اليوم ندخل نصاد في وسط ديك الحجره. نمشي نوجدوا الشومبرير وندخلوا لداخل ونبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. فرجه ممتعه. الكاميرا ولا الشومبرير هي هادي، غنفخها دابا بالبومبا محفظة المقادف وعندي الطعم والقصبة. وبالنسبة للمصيد كاين في البلاصة هادي غيبانو لكم شي ثلاثة الحجرات هنايا شوية وغنمشيو ليهم. أول مرة غندخل تما ما عرفتش مين غنطلع. وعلى الله يقص كلشي هو هذاك اليوم معنا نتفوقوا اليوم في هذا الخرج. يلا بسم الله. البحر اليوم صافيه ما يمكنش على الصافي. بسم الله واو على الصفاف. اليوم غتكون واحد المغامرة جديدة وأول مرة نكتشف هذا الموطع هذا. إذا شبرنا فيه الحوت المرة أخرى إن شاء الله عاود نرجعو ليلو. ما عرفتش واش غيبان لكم القاع ولا لا، شوفوا معايا على الصفاف. اللانسي معذب معاه ما كيخلينيش يقد. كتشوفوا على صفاوة في القاع. بالنسبة للجزيرة الأولية هي أنا وصلت حداها. ما غنريحش في هادي. غنزيد نشوف الليل داخل اللي بعيدة ديالو. تعطلنا شوية. الريحة ديال الحوت خارجة من هاد الحجر. والله إلا الريحة ديال الحوت، الريحة ديال السبيطون. والله إلا الريحة ديال السبيطون. المارية خاوية، هاد الربيع وهاد الطحاليب كيتلقوا واحد الريحة واعر. أنا وصلت للجزيرة الثانية. خوت جنان نيشا هي كتبقى هنايا وسيدي يحيى عرب العرب من هاد الاتجاه. أنا دابا حدا الجزيرة الثانية. غنزيد نطلع الفوق. ما نعرف نقدر نرجع لهادي، انا نشوف اللي نقدر اللي بانت لي مزيونه ونقدروا نجلسوا فوق منها. كم تسعة ونجبروا فين نزلوا الماتيريال المحفظه الكاميرا فين نشعلوا العافيه غنريح فيها.
كاينين هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة كاينين خمسة وحدة صغيرة خمسة الجزيرات صغارين حدا بعض الأولية هي الثانية الثالثة والرابعة والخمسة هي الداخل أنا غنريح في هادي هادي اللي بانت لي مزيون ما عرفش الطلعة مين غنطلع أي بلاصة بانت لي مزيانة نطلع منها حار صغير اليوم من ما طلعت هو هذاك ما يكونش غير القنافذ بسم الله بانت لي هالبلاصه مزيان لا كاين القنافذ هنا القنافذ محشين هنا والله الا ريحه السبيطون قويه كنتمنوا يكون هنا نشبروا منه شي حاجه واو على صفه واو على صفه واو على صفه الحمد لله وصلت بخير لهاد الحجره دابا غنشوف فين غنريح كيف جاتكم الحمد لله الحمد لله على السلامة بلي كاين الحوت هنايا القصبة هي الأولية ما نضيعوش الوقت خصنا نسربيو دغيا تبارك الله يا الحوت تجمع عليه المحفظة لي ماشي المحفظة هذا الوحش هنا عندي الطعم والبومبا واخر حاجة هي الكاميرا اوف دابا نكتشفوا هاد الحجرة كيفاش عاملة تبارك الله متسعة واعرة والله الا واعر عجبتني تبارك الله كاين متسعة هنا تبارك الله متسعة حسن مد الباب يلا خصني نشوف غير فين نزل هاد الكاميرا الرابطة والله الا واعرة 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 ما يمكنش هاد البلاصة هنايا هاد الحجرة والله الا واعرة بزاف عجبتني احسن من الحجرة هاد البابا هاد البلايص هادو بانوا لي واعرين للصيادة هاد سبينينغ غنوجد القصبة دابا وغنعدلو شي تسيوبات بالزربة ولا اصلا حنا اليوم غنصطادو بالتقنية ديال سبينينغ وغنصطادو لكم نقدرو نصبط التنافل بالطعم حتى جبتي معايا الساردين وغنصطادو بالبيلوطة اليوم غنعدلو البيلوطا د التون يعني غنصطادو بالتقنيه ديال البيلوطا ولا بالفيخه شوفوا معايا على بلايص تاع الواعرين شوفوا سبحان الله شوفوا على صفه المزرق واو 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 ما يمكنش هاد البلاصه هنايا واو واو كيف جاتكم ما شاء الله على طبيعه وما شاء الله على الواعره واخا ضربت تماره الثقال عندي بزاف جيت نزلت الموتور في عرابن تما في ديك المرصه صغيره وجيت مع الموجه دخلت مع كنيوان الكبير ها كنيوان هاد الحجره هادي حتى هي غندخلوا لها هادي هذاك هو السطاج الوحش غيكون وجيت مع الموجه ودخلت بالكاميرا اللي هنا وفي هاد الاتجاه هادي كتبقى لنا جنان النشاه هي هنايا وهاد الحجر اللي هنا في جنان النش في وسط الماء حتى هما ان شاء الله غندخلوا لي لمشي نهار يلا الاخوان نوجد التقنيه نوجد القصبه دي سبينينغ هي الاوليه خليكم معايا صبت واحد جوج التنابل الفوق عاد بانوا لي قشور من التحت ماش بارتوشي هنايا لاصق مع الحجر باقي عاد غنبدا نصاد باللانس الله يجيب التيسير القصبه سبينينغ واجده غنعدلو شي تسيوبات نجربو بسم الله ماريا خاوية الماء صافي غنجربو عليك يلا وصف السيوبة الأولية ما فيها والو غنتسار هاد الحجرة كاملة
وغنمشي نصب شي جوج د التنابل عاد غنوجدو البيلوطه نبداو نصادو بالفيخ. بلاصه واعره ولكن ما بانليش الحوت اليوم. بالنسبه للتقنيه ديال سبينينغ ما تشرعوا بان اللي كاين في الق صافي غنجمع هاد القصبه ولا غنجمعوا التقنيه ديال سبينينغ حتى دعمار ماريا لا سنرجعوا نصادو. دابا غنمشي نطعم التنابل عاد نرجع نعمل هذا الطعم ونصبو ولا ساعد نعدلو نعدلو البيلوط. اليوم ان شاء الله غنعولو على التقنيه د على البيلوطه وصافي. السردين جبت معايا السردين مملح شاطلي من مره اخرى. الفيديو اللي عملنا د البولبو والتشوكو والسردين التجربه اللي عملناها في الفيديو اللي فات في الحجره ولا الجزيره اللي كاينه في قريه سطيحه. اللي باقي ما تفرش الفيديو دخل تفرش. نشوفوا واش غنصبروا التشارغو شي محرقصه ما عرفش. انا البلاصه اول مره غنصطاد فيها ما عرفش الانواع ديال الحوت اللي كيضرب هنا. بسم الله غنصيب اتجاه فوق وما عرفش واش كاين الحجار ولا الرمل لداخل. صافي غنمشي نصب التشمبيله الثاني وغنصب لانس. غنبدا كنوجد في البيلوطه. البيلوطه اللي غنعمل اليوم هاد دتون جبت معايا جوج د الطيصان هادو كافيدني نصاد بهم. وجبت معايا الزيت كافايا ولا زيت السردين وجبت معايا الطحين اولا الدقيق الدقيق الابيض اولا الفورس. غنجبد شويه الطحين وغنخوي فوق الحجره كما كنعجنوا نفس الطريقه. كنعدل واحد الدواره في وسط الطحين وكنفتحوا هاد الطيصان د التون. هاد الزبل ديالكم ضروري جمعوه. بسم الله ورجعوا بالكم هالحديد هادو ماضيين. بالي هادشي غيفيط ما نعمل الثانيه. هاد الطيصان هادو كيعدلو 6 دراهم. فيهم السردين جوج د السردينات والزيت. هذا النوع اللي عندنا هنا كنصادو به. صافي غنبدا كنخلط. واحد الحفره مشى فيها الزيت كامل. ما نضيفو لا شي الخبز وما نضيفو شي الرمل غير الطحين والتون. التون ويدا مشيتو تشريو السردين وما جبرتوش كضيف بانيو بهاد الطريقة وكيضرب عليها الحوت. صافي وكنبدا نجمع في البيلوطة. اليوم اللي قلت ما غنصادش بالقصبة بزاف بل اللي هي اللي غنصادو بها بيلوطة قليلة ما نعرف هنا الزهر ديالنا واش غتكفى ولا لا.
شي الدراري كانوا كيصادوا بالبالانغري هنايا حد هاد البلايص هادو ما شبروا والو، قالوا لي الحوت والو. كي حنا نعدلوا السبب والكمال على الله، غنشبرو غير ما نتغداو وصافي. انا اهم حاجه تعجبكم هالبلاصه اللي جيت ليه. كيلو تبارك عليها جمعتها مزيان. اوف كدرخي. دابا غنضيفوا لها شويه الزيت. هاد الزيت هذا فيه واحد الريحه قويه كدوخ حيت معدل ما من الحوت. كيرقدوا السردين اولا كبيض كيعدلوها في الظل وكيضيفوا لها الملحه كنظن، وكتبقى تقطر منها هاد الزيت. هاد الزيت كنعدلوه مع البيلوطه باش كيعطي كيزيد لها شويه هاد الريحه، كترجع الريحه ديالها مجهده. وكنستعملوه حتى في المراغه ولا في الرش، كيجبد الحوت. صافي غنجمع هاد الزبل هذا وغنبداو نصادو بالفيخه ان شاء الله. واجد البيلوطه صافي جات واعر. معايا شي حاجه. تبارك الله تبارك الله. اول حوته اليوم، اول حوته هاد البلاصه، هاد الحوته اللي ملونه، هاد الحوت ديال الحجار. كبيره كبيره على اللي كنت كنشبر في الحجره ديال الباب. هذا غنتلقلو عندي ما نعمل به. سير البلاصه واعره ولكن الحوت ما كيضربش بزاف، كضرب عليا شي حاجه في اللانسي. تبارك الله كنظن غير شي حوته صغيره. تبارك الله اول حوته باللانسي، هذه مشبره بالطعم ساردين كاروبا. غنخليوها كيبان لي الهواء، ما غنشبروش الحوت والله ما نعرف. المهم السمكه الثانيه كاروبا غنخليها. هذا النوع ديال الحوت ما كيكبرش بزاف، وهذه جايزه صالحه للماكله. كاينه كاروبا تبارك الله، كاروبا ثانية. نزلت هذيك ورجعت كيما سيبت اللانسي ضربت عليه. معنا شي حاجة، شي كاروبا صغيرة. مشات، كانت حاصله ملي جيت نشعل الكاميرا ورجعت نجبد هربت. هاد اللانسي هذا مازالش يضرب عليا مره، ديك جوج الكاروبات هما اللي كانوا. دابا غنمشي نصاد بالفيخه، وتخلي عندي لهنا الحجره واحد الرايس الصغير. يلا بدا كيصاد شبار واحد تغزلت صغيره، غنجي نصاد حداه هنا. يلا يعاوننا الرايس، الله يجيبها سمينه بالصحه. تغزلت وحده ياك؟ تبارك الله. غنشوفو نشبر لكم غير شي جوج تغزلتات نكملو بهم الطاجين، الله يجيبها سمينه.
ضربت عليا. كضرب عليا شي حاجه في اللانسي. حصل هو اغلى بجوج. ما عرفش واش كاروبا والله ما نعرف ولا شي تشار هو. شي كاروبا كبيره. تبارك الله. هذه بحال قبايل. تخيلوا معايا من الصباح لدابا يلاه شبرت 4 الحوتة. الفخامة كيضربش عليها. هذيك الدري اللي جا لهنايا شبر واحد جوج تا غزلتات وخرج بحالو. مشاو لواحد الحجرة ياخر. هذه غنخليها باش نجبرو ما نعدلو للغدا. انا اليوم ما جبت معايا والو. معايا شي حاجة. شي كاروبا صغير. كاروبا. لا تبارك الله. هذيك الحوته اللي ملونه انا هذا غنخليه ناكله. كان قريب يهرب ثاني. غنخلي هذا. كنشوف راسي ما غنشبرش الحوت بالفيخه ولا ما يضربش عليا الحوت كبير. خصني ضروري نعدل الغدا. ما جبت معايا والو. خصني نجرب المذاق ديالو كيفاش عامل. اي معايا شي حاجه. بارك الله. بارك الله. كحيله. كما تشوف معايا شبرت كحيله. اول حوته بالفيخ افحال الناس. اما ديك الحوته اللي مزوقه ما تحسبوهاش. غنضيفها مع الحصيله ونرجع نسيم. الحوت ما كيضربش اليوم مره. حجره واعره ولكن الحوت ما كيضربش فيها. غنوقف الصياده وغنمشي نوريكم الحصيله اللي شبرت اليوم. كان خصنا نشبر الحوت كبير ولكن ما كسبش. شبرنا لكم غير ديك الحوت الصغارين. الحوت هذا اللي الصغير اللي خليت كانت لقلب. جربت جميع الطرق. صدينا بالساردين، صدينا باللانسي والتشنابل، وصدينا بليلور ولا الطعوم الصناعيه، وصدينا حتى بتقنيه ديال البيلوطه. غنمشي نوريكم ديك الحوتات اللي شبرت وغنشعل العافيه. غنشويهم اليوم ما غنقليهمش. نتغدى وغنرجع نصاد هاد العشيه. نشوفوا على الله يضرب لينا شي حاجه. الحوت اللي شبرت هو هذا. خليت غير غير باش نتغدى وصافي. شبرت واحد كحيله هذه هي اللي فيها شويه الضوء. وخليت هذه الحوته ملونه المادموزيل. وخليت هاد كاروبا ثلاثه كاروبات وواحد كحيله وواحد مادموزيل اولا العروسه. دابا غنمشي نشعل العافيه. بلاصه اول مره كتجي لي ما كتكونش عارف البلايص اللي كيضرب فيهم الحوت. يعني صعيب النهار الاولي تفرج. جي نهار الاولي نهار الثاني عاد غتعرف. النهار الثالث عاد غتبدا كتعرف البلايص فين كيضرب فيهم الحوت. الحجره ديال البابا كنمشي ليها عارف البلايص فين كيضرب عليا الحوت. علاش ديما كنشبر الحوت تما. هاد البلاصه هادي باقي هنايا الحوت كثر من اتجاه ديال البابا. ولكن ما تفرجناش اليوم ما شبرت والو. هاد الطيس ديك الاسبال اللي جمعنا قبيل التون اشعل بهم العافيه. ما كاين لا عواد مشكله مع هاد العافيه باش نشعل.
وهذا الغداء ديالي ديال اليوم. دكات اتاي باقا كطيب، خصنا نقضيو باش ما كان وما نبقاوش بالجوع، واخا نجمعوا المحرم اللي هنايا، المهم ديباني وراسنا. اول حوته عندها بها هي كحيله، تبارك الله عامره باللحم كحيله. بسم الله الله على الدفيها. الحوت هيدا مشوي عاود كيطلع السوبر. غناكل بالزربه باش نرجعو نكملو الصيادة. واخا نشبر غير شي جوج د الحوتات ولا ثلاث نكملو بيهم غير الفيديو. بسم الله فرجونا صافي طلعوا لنا الحوت، وانا كنعمل فيديو انت صاد الحوت. الحمد لله اكليت وشبعت، دابا عرفت واش غنعدلو، غنرجعو نكملو على الصيادة. بقى لنا واحد ساعة ضرب فيها الحوت، غنزيدو نصادو، ما ضربش علينا الحوت غنخرجو افحالنا. انا اليوم بعدت بزاف على عرابن، جبرتوني دابا في النص، هاد الاتجاه كتبقى لنا جنى النيش، وفي هاد الاتجاه كتبقى لنا عرابن. وكيما كتعرفوا الفيديوهات ديالي اولا الخرجات بحال هيدا، كنبغي نشارك معكم الخرجات اللي كنعمل، فحال كانوا فيهم الحوت فحال ما كان فيهم والو. المهم كنشارك معكم كيفاش كندوز النهار. ما ضرب عليا والو، غنجمع الجطره ديالي وغنخرج بحالي لبرا وغنبدا كنصاد من الموجه. واذا ضرب علينا شي حوت غنبقاو كنصاد وما ضربش علينا غنجمعو وغنمشيو بحالنا. بسم الله غنناوض بحالي. بلاصه واعره ما سخيتش نخرج منها، واخا الحوت ما كاينش. مره اخرى ان شاء الله. صافي ركبت دابا ديريكت للموج. شوفوا على بلاصه شحال واعر. الحمد لله احنا وصلنا بخير. قبل ما نمشي ضروري غنمشي نضرب واحد العومه نتبرد شويه.
ساعه نقول لكم شي خاتمه ونشبروا الطريق. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، جبرتوني غنمشي بحالي. كنتمنى من الله تعجبكم هالبلاصه هذه ويعجبكم هالمصيد ويعجبكم حتى الفيديو ديال اليوم. كما تشوفوا ما شبرنا شي الحوت بزاف، واخا جينا لهالبلاصه الصراحه واعره بزاف والله الا عجبتني، واول مره غنجي لهذا المصيد. يعني ما عرفتش البلايص اللي كيضرب فيهم الحوت. صدينا بالطعم وصدينا بليلور وصدينا حتى بالتقنيه ديال البيلوطا، ديك البركه اللي جاب الله هي اللي طيبناها للغدا. وما نطولش عليكم اكثر من هيدا، بغيت نشكركم كاملين بالنسبه للناس اللي كيعدلوا لي الاعجاب بالفيديوهات، وبغيت نشكر الناس اللي كيعلقوا لي على الفيديوهات، ونشكر الناس اللي كيبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالهم. بكم ان شاء الله غنستمروا. واذا الاخوان اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي، ما تنساوش انكم تشتركوا معنا ضروري باش كتحفزونا. ما بقى لنا والو نوصلوا ل 60 كا او ل 60000، ما كرهناش نوصلوا في اقرب وقت، ونتلاقاو في شي فيديو اخر وموضوع جديد. مع السلامه.